بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. خذ الحق سبحانه جل في علاه، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فنحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا به نشفع، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الزيغ والفسق والضلال والنار. واعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة هو الحق سبحانه العلي العظيم الكبير المتعال. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى يمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا سبحانه العدل ولا يحب الجور والظلم، يحب المقسطين ولا يحب الظالمين. ومن الظلم أن تكون الأبدان في محنة وفي عذاب وفي مشقة بالليل والنهار بفعل فاعل، يرى العذاب رأي عين ويقلب الأوجاع رأي عين، وهو يفرح بذلك ويصر. والله سبحانه يرى ويسمع ما يجري على يد الظالم من ظلم عظيم ومن قهر عظيم في نفسية الروح والجسد والروح والقوام والروح والعقل والروح والقلب والروح، فالروح مشتركة. والله جعل سرها عنده سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله جل وعلا كتب الخير وجمله وزينه وفضله على الشر وعلى الكفر وعلى الظلم، لكن نفوس أبت إلا أن تكون ظالمة آثمة بالليل وبالنهار، تحرك الأوجاع والآلام والهموم والأحزان بالليل وبالنهار، باعت نفسها للشيطان يقلبها يحركها بالليل والنهار، فعذبت خلقا كثيرا بحقدها وغلها وسحرها وحسدها ومسها وتلبسها وشرها ومكرها، وكذلك بحبها وعشقها.
والله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرى سبحانه جل في علاه ما يقع على العبد من ضيق وكرب، لكن حكمته بالغة. يعلم سبحانه جل في علاه ما يقع وما سيقع وما كان وما سيكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى، وهو الله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير، أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير علينا وعلى الناس وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى الإنس وعلى الجان، على من سكن الأبدان وأرحام حولها، على من سكن الأبدان ومن أحاطوا بها، على من سكن الأبدان وعلى من قيدوا وربطوا وصفدوا. فأسأل الله الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يجعل هواءنا وعليلنا ونسيمنا شفاء وبلسما ودواء، وأن ينصرنا بجند من عنده وملائكة من عنده يؤيدون حقا ونورا. اللهم أيدنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، فإنك أنت الله وسعت كل شيء رحمة وعلما، ونحن عبادك المقرون بضعفنا وبذنوبنا وآثامنا وبجهلنا وتقصيرنا وعجزنا وضعفنا، وأنت الله مالك الملك الغني الواسع العليم القادر المقتدر الناصر الرافع المعز، أنت الله. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا. برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله. أوجه الرسالة الأولى بإذن الله تعالى، أوجه الرسالة الأولى بإذن المولى جل وعلا لمن يسكنون خارج البدن ولمن رابطوا خارج البدن، وجهوا لهم هذه الرسالة، سواء كانوا قردة أو خنازير أو عناكب، سواء كانوا حيات أو ثعابين أو كلاب أو أسود، كيفما كان الحال والشكل وكيفما كان التشكل والقوة وكيفما كان السر والاتصال، إن يوجهوا لهم وهم يسمعون، فالذي حباكم بالسمع يسمعكم وهو على كل شيء قدير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الهدى والتقى، والذين قالوا سمعنا وأطعنا، وأن لا يجعلنا من قالوا سمعنا وعصينا. اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، واجعلها ربنا لك منقادة، تقية نقية طائعة طاهرة زكية. برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم. الهدى من الله، والتقى من الله، والهداية من الله، والزيغ والشبط من الهوى والنفس والشيطان. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في معيته وفي حفظه وفي ستره، وأن يطل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، ونسأل الله تعالى أن يشفينا شفاء لا يغادر سقما.
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. الحمد لله. اللهم كما قربت الأخيار من محمد بن عبد الله فقرب منا الخير والأخيار. نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ بك محمد عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. الحمد لله. الحمد لله. فمن هدى؟ إنه الله. هدى الجن؟ إنه الله. هدى الإنس؟ إنه الله. ثبت الإنس؟ إنه الله. ثبت الجن؟ إنه الله. ولولا الله لزاغت قلوب، ولولا الله لتعثرت أقدام، ولولا الله لتسلطت أوهام، ولولا الله لولا أن تداركتنا رحمة الله جل وعلا لكنا من الغرقى ومن الهلكى، لكن الله سبحانه جل في علاه برحمته يثبت، وبرحمته سبحانه جل في علاه ينير الدرب وينير القلب، فيجعل بفضل منه سبحانه وتعالى وحده حب الإيمان وحب الصلاة والصيام والقيام وحب ذكره سبحانه جل في علاه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله وخاصته الذين يحبوهم ويحبوناه. أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. اللهم اجعلنا لك مسلمين مطواعين، اللهم اجعلنا ذاكرين شاكرين خاشعين. الحمد لله رب العالمين. معشر الجن، معشر الجن، يا معشر الجن، إلى كل من رفع سيفه ورمحه، إلى كل من قاتل ضده، إلى كل من لازم شقه وأنفاسه وزهريته وطاقته وحصنه، إلى كل من لازم عمله وماله وفراشه وأنسه، إلى كل من سحره وسحر بيته، إلى كل من تحدى دينه وربه وصلاته وقرآنه ومناجاته، إلى كل من يسمع الآن كان ساحرا أو كان ساحرة، كان عاشقا أو كانت عاشقا، إلى كل من هو على القساوسة والرحبار والرهبان، على دينهم، على شاكلتهم، على ديرهم وعلى كنيستهم، إلى كل من يسمع الآن يهوديا أو نصرانيا أو مسيحيا أو مشركا كافرا، إلى كل من يسمع الآن كان يعوي أو كان ينبح، إلى كل من هو في البدن حوله ينهش ويعم، إلى كل من يمسك على المال، إلى كل من يمسك على الشهوة والعورة والفراش والجماع الحلال، إلى كل من هو على الطاقة وعلى القدرات، إلى كل من يسمع الآن حول البدن، إني لكم ناصح وعليكم مشرق. فإن الدنيا قصيرة وعمرها قصير وزمنها قصير، والرحيل آت وما هو آت آت، وتفضون يا رب عظيم تسألون عن الصغير والكبير والفتي والقطمير، والخير لا يأتي إلا بخير، والشر لا يكون حاله إلا مع الأشرار الذين كفروا بالله وجحدوا أنعم الله جل في علاه، فهم في النار خالدين فيها على كفرهم جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فآمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، آمنوا بالله واستسلموا لطاعة الله جل في علاه، فربكم سبحانه يرجو لكم بذلك برا، ويرجو لكم من ذلك بفضله سبحانه وتعالى حبا. اللهم أحبنا وارض عنا،
اللهم ينسق في هذا المجلس الطيب المبارك حبك ربنا، اللهم أحبنا، اللهم أحبنا، اللهم أحبنا بأسمائنا وصورنا وقلوبنا وجوارحنا، اللهم اكتب لنا حبك، اللهم اجعلنا ربنا عندك ممن أحببتهم وأحبوك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ربنا، اللهم ربنا، إن من أعظم النعم أن نحب، اللهم ربنا وأعظم الحب أن تحب ربنا، أن تحب ربنا أرواحنا ونفوسنا وقلوبنا وجوارحنا وأسماءنا وآثارنا كلنا برحمتك الاستغيث، فأحبنا ربنا، فأحبنا ربنا، فأحبنا ربنا، اللهم إنا نحن أهل ذنوب ومعاصي وحبنا لك كبير وشوقنا لك كبير، اللهم أحبنا، اللهم أحبنا إنسا وجنا، اللهم أحبنا إنسا وجنا، اللهم يسر الأسباب التي تزيدنا حبا فيك وشوقا فيك، اللهم إنا نسألك ربنا أن تيسر لنا ربنا من يجعلنا نحبك ويقربنا إلى حبك ونزداد حبا فيك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، من القلب حمدا كبيرا، من الجوارح قلبا كثيرا، من العروق والدماء حمدا كثيرا، من الأنفاس والعقول حمدا كثيرا، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم افتح لنا في المحامد واجعلنا ممن يحمدونك حمدا كبيرا كثيرا. اللهم ربنا ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم أعنا على ذكرك فلا ننساك، اللهم أعنا على شكرك فلا ننساك، اللهم أعنا على حسن طاعتك فلا ننساك أبدا. اللهم اجعل أوقاتنا في حبك، اللهم اجعل أوقاتنا في ذكرك، اللهم اجعل أوقاتنا في قربك، برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم. الحمد لله، الهادي من هداه الله، والكافي من كفاه الله، اللهم إنك أنت الشافي فاشفنا، اللهم إنك أنت الشافي فاشفنا، اللهم إنك أنت الشافي فاشفنا، اللهم إنا نسألك شفاء لقلوبنا، ونسألك ربنا شفاء لجوارحنا، ونسألك ربنا شفاء لعللنا وأسقامنا وأحزاننا، ونسألك ربنا شفاء، شفاء لنا ربنا في غضبنا ومنامنا وحيننا وجرحاننا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا راشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا كالصالحين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. معشر الجن، إلى كل من تلبس بالبدن، إلى كل من يحيط به عن يمينه وعن شماله، سحر نفث عقد، سحر ونفث وعقد، سحرة خارج البدن، سحرة حول البدن، سحرة خارج البدن، وسحرة حول البدن، أيها السحرة، معشر السحرة، كبار السحرة، قرد سحرة، كلاب سحرة، خنازير سحرة، كلاب سحرة، ثعابي سحرة، حيات إليكم جميع الرجال هو نساء سحر على البدن، إلى كل من يسكن حول البدن، إلى كل من يرسم على الجلد والبدن، إلى كل من يسكب التماء على البدن، إلى كل من يرش على الخطى خارج البدن، إلى كل من يعقد وينفث في الظلام والنهار حول البدن خارج البدن، وظيفتهم سحرة حول البدن خارج البدن، نفثوا، عقدوا، رسموا، وشموا، رشوا، سكبوا، كتبوا، حقنوا الحقن خارج البدن، كتبوا الكتابات خارج البدن، سكبوا الدماء خارج البدن، خارج البدن، عقدوا العقد خارج البدن، اجتهدوا في الأسحار خارج البدن، اجتهدوا في العشق والهيام خارج البدن، اجتهدوا في الوسواس خارج البدن، اجتهدوا في الضيق خارج البدن، سحراه كفراه فجراه، سحراه كفراه فجراه،
الله خارج البدن، جئتم بالسحر من خارج البدن، جئتم بالكفر من خارج البدن، جئتم بالعين والحسد بآثارهما بقوتهما بسدهما وعطبهما من خارج البدن، أحطتم بالبدن سنين طوال على الخير خارج البدن، على البر خارج البدن، على الطاعات والعبادات من خارج البدن، على العمل والمال من خارج البدن، علين في الكلام وحسن الكلام من خارج البدن، عذبتم عذبتم عطلتم أثرتم أحزنتم عثرتم من خارج البدن، إليكم إليكم جميعا إليكم جميعا شياطين وأبارسة وملوك وخدام وحراس وأعوان رجال ونساء ذكران وإناث خارج البدن، إلى كل من ألبس البدن حديدا وذرعا حتى يلقى في المحن، إلى كل من ألبس الجسد الحديد الحديد والسلاسل والأغفال والعقد والعقد ليبقى مسحورا ليبقى مربوطا ليبقى معذبا مقيدا من خارج البدن، إلى كل الخدام والحراس والأعوان والسحرة الذين هم خارج البدن حيثما حل مسحور لا يعلم من خارج البدن، حيثما حل مسحور من خارج البدن لا يعلم، حيثما كان مسحور من خارج البدن لا يعلم، حزنه عظيم بأسه عظيم وسواسه عظيم كربه عظيم ضيقه عظيم شدته عظيمة محنته عظيمة مع طيب قلبه ومع طيب أنفاسه ومع طيب ذكره، إلا أنه محروم مكلوم، سحره عظيم آثاره عظيمة آثاره عظيمة أقفاله عظيمة سلاسله عظيمة سحرته التي وكيت به عظيمة أسحارها عظيمة دماء عظيمة آثار عظيمة نجاسات عظيمة أقفال عظيمة سحره حول البدن سحره حول البدن سحره على البدن أبالس لا ترحم مع النجم مع النجم مع الكوكب مع القمر مع المد مع الجزر مع الليل مع الظلام مع البزوغ مع الشروق مع الشمس مع النور مع الظلام سحرة شداد سحرة شداد مع التهيج مع الدم مع الشهوة مع الغضب سحرة شداد مع البصر مع النظر مع النطق مع الكلام سحرة شداد مع قوة الإيمان وما ضعف الإيمان سحرة شداد سحرة شداد سحرة شداد سحرة شداد أحاطوا بالبدن أحاطوا بالبدن يسمعون الآن يسمعون الآن يسمعون الآن يسمعون الآن يخفون الآلام يخفون الأحزان يسمعون الآن أيدوا من في البدن بسحر عظيم أيدوا من في البدن بحسن عظيم أيدوا من في البدن بسحر عظيم أيدوا من في البدن بأسحار عظيمة بحصون عظيمة وهم يسمعون الآن فبسم الله ينصرفون انصرفوا 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 بسم الله تفتح لهم الأبواب بسم الله تفتح لهم السلاسل بسم الله تفتح لهم العقد والأغفال والأغفال فينصرفون بإذن الله راشدين انصرفوا على بركة الله راشدين انصرفوا بإذن الله تعالى مدبرين انصرفوا بإذن الله جل وعلا انصرفوا انصرفوا بإذن الله ولا تنسوا أن تقولوا ما كتبتم على جلده ما كتبتم على جلده ما سكبتم على جلده ما كتبتم على جلده ما سكبتم على جلده ما حقنتم على جلده ما زرعتم على جلده ما سحرتم على جلده ما جددتم على جلده فكونوا عباد الله إخوانا فكونوا عباد الله إخوانا في اليقظة إخوانا وفي المنام إخوانا معشر الجن وأنتم الآن بإذن تستجيبون وأنتم بإذن الله تعالى تستجيبون فلا تميلوا فلا تميلوا إلى الظالمين والآثمين لا تميلوا إلى الحاسدين والطاعين والعائين والحاقين والسخط والمشعوذين فلا تميلوا فلا تميلوا فلا تميلوا لمن مات عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الجن معشر الجن من سكب الدم من سكب الدم من سكب الدم فمن سكب الدم لا تترك أثرا لا تترك أثرا من حقن الحقن لا تترك أثرا لا تترك أثرا من عقد العقد على الشعر على اللحية على الجلد على الجلد على الجسد لا تترك عقدة ولا تترك أثرا من سحر ونفث من كتب من كتب على الجلد من نفث على الجلد من رسم على الجلد كتب كتب نفث عقد وشم
كلكم جميعا بإذن المولى جل وعلا، لا أحد منكم يترك أثرا، لا أحد منكم يترك أثرا بإذن الله جل وعلا. هذا الله القلوب، وأصلح الله الأحوال، وشفى الله الأبدان، وثبت الله الخطى. أسأل الله لي ولكم الثبات والشفاء، أسأل الله لنا ولكم الثبات والشفاء، معاشر الجن رجالا ونساء، إلى من عاشقت جسده وروحه وقوامه وعورته وشهوته وماءه إلى من كانت عليه، إلى من كانت عليه في إنبي في إنبي في شهوتي في شهوتي في إنزالي، إلى من عذبت نظره بصره وسمعه نطقه كلامه، إلى من عاشقت روحه أنفاسه قربه لطفه تودده طيبته، إلى من عاشقته كله. إليكم جميعا رجال ونساء، إن الحب في الله والبغض في الله والقرب القرب من الله لا يكون إلا بما أراد الله. فاسمعوا جميعا، هدانا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين. المؤمن أخو المؤمن، إخوة متحابين في الله، إخوة مؤمنين بالله، إخوة ينصر بعضنا بعضا، ينصر بعضنا بعضا، ينصر بعضنا بعضا بحق وبنور وبعدل وبنور وبحب وبنور. الحمد لله الذي جمعنا على حبه، على قبلته، على كتابه، على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمتى نرى خيرا، ومتى نستبشر بخير، وهو يسحر في كل ليل، ويسحر في كل طعام، ويسحر في كل خطى، يسحر من سحر الجن، ويسحر من سحر الإنس. لا يعلم والله يعلم، ولا يعلم والله يعلم، لا يعلم والله يعلم. قيد بأسحارهم، وقيد بأغلالهم، قيد بسلاسلهم، سحروه حول بدنه، وسحروه حول جسده، هابوا به هالات سوداء تسود حياته، تسود طاعته، تسود فراشه، تسود زوجه، تسود أبناءه، تسود بيته. أحاطوا به صحرة من الأبالسة، من الأباس الشدام، قردة بلغوا من السن عتيا، قردة علىهم الشيب، كلاب شداد، أسود شداد. الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين. إليكم يا سحرة، لا أرجو أن تكونوا كفرة، ولا أرجو أن تكونوا فجرة، فإن الله تعالى يطيب ويغير من حال إلى حال. اللهم ربنا ثبتنا على ما تحب وترضى. فاسمعوا جميعا ماذا قال الله. إن ربكم الله، ما أعظمها وما أجلها. إن ربكم الله. فسحرتم هذا البدن لتكونوا طاعة لأبالسة، وطاعة لسحرة، وطاعة لكفرة. إن ربكم الله. الجميل لا يدل إلا على الجمال والجميل، لا يدل إلا على الكمال والجميل، لا يدل إلا على الخير التام. فاسمعوا، إن ربكم الله. الفطر تهوي إليها، ربنا الله في السماء إله، وفي الأرض إله، أإله مع الله. إن ربكم الله، سحرتم حتى لا يعبد الله، سحرتم حتى لا يطاع الله، سحرتم حتى لا يلتزم بدين الله، سحرتم حتى لا تكون المحبة في الله، سحرتم حتى لا ينال الفضل والخير الذي أوجبه الله وكتبه الله، حتى تدك حصون وقلاع في حفظ الله وستر الله وشفاء من الله. فجئتم بالعلل والأسقم والتحطيم التام في المال، في الزوج، في الولد. أنتم من أنتم، وربنا القائل إن ربكم الله. فاسمع رحمك الله، فاسمع هداك الله، فاسمع يا من تحيط بالبدن، فاسمع يا من تسحر البدن، فاسمع يا من تحيط بالبدن، فاسمع يا من تسحر البدن. تب إلى ربك، أما وعيت وهو يقرأ في كلام الله الحمد لله رب العالمين، أما سمعته وهو يناجي ربه الحمد لله رب العالمين، أما سمعته وهو يتلو كلام الله الحمد لله رب العالمين، أما سمعته وهو يناجي ربه الحمد لله رب العالمين، أما سمعته وهو يتلو كلام الله الحمد لله رب العالمين، أما سمعته وهو يقرأها ويرددها ويكررها ويعظمها الحمد لله رب العالمين.
العالمين. أما لمست فيك حبا؟ أما لمست فيك فضلا؟ أما لمست فيك خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فيا من سكبت على جسده، ويا من حقنت على جسده، ويا من نفذت على جسده، ويا من ربطت على جسده، ويا من صحت على جسده، ويا من ربطت على جسده. توب إلى الله، توب إلى الله، توب إلى الله. صحات حول البدن، توب إلى الله. صحات حول البدن، توب إلى الله. أشداء يا نعم حول البدن، حول البدن. فاجعلوها لله فضلا، واجعلوها لله خيرا، فاجعلوها لله فضلا، واجعلوا لله خيرا. وارفعوا اليد يد الظلم، ارفعوا اليد يد الظلم، ارفعوا اليد يد الظلم. ثبت الله الهدى، ثبت الله الخير، وثبت الله البر. أسأل الله لي ولكم دوام الفضل والبر والخير. ما عشر الجن، ما عشر الجن، ما عشر الجن. كلنا يمضي، كلنا يمضي إلى الله، وكلنا يقدم على الله. الخير خير من الله، والفضل فضل من الله. فتوب إلى الله، وأسلم لله، وأصلح ما أفسدت وأنت أعلم به، وأصلح ما أفسدت وأنت أعلم به، وأصلح ما أفسدت وأنت أعلم به، وأصلح ما أفسدت وأنتم أعلم به. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيها الملك يا من تعظمت، أيها الملك يا من تعظمت، أيها الملك يا من تعظمت. أيتها الملكة يا من تعظمت، أيها الملك، أيها الملك وأنت تستجيب بحمد الله. أيها الملك وأنت تستجيب بحمد الله. يا من يراك على هيئة الملوك، كانوا أحياء أو أموات. يا من يراك على هيئة الملوك، كانوا أحياء أو أموات. يا من رآك على هيئة الملك، كان حيا أو ميتا. يا من رآك على هيئة وشكل ملك، كان حيا أو ميتا. يا ملك، يا ملك، يا ملك، يا ملك. أسلم رفع الله ملكك، أسلم رفع الله فضلك وخيرك. والملك من الله وإلى الله، والخير من الله وإلى الله. الله جل وعلا يرجو منك ملكا ولا مالا، يزيدك فضلا وجاها وخيرا ومالا، لكن جعلها لله طاعة. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أما علمت أنك قدمت الخير للشر، وحرمت بسحرك الأبرار الأطهار الأخيار؟ أما علمت أن بأسحارك تحصنوا بالليل والنهار؟ أما علمت أنك من أطبق على القلب والفؤاد فلا يسعد، فلا يسعد ولا يفرح ولا يهنى، وأنت أنت 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 القوي حول البدن، وأنت أنت 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 الآمر حول البدن. فبإسلامك فضل كبير، وبجودك خير كبير، فاجعلها لله ترحم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. إنه ابتلاء وامتحان واختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم زدنا فضلا، واجعل ما رزقتنا، اللهم اجعله ذخرا لنا، يقربنا إلى ما تحب وترضى. فاجعل ملكك لله يرحمك الله، واجعل قوتك لله ترحم برحمة الله. واعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله كما يحب. اللهم إنا نحمدك كما تحب، اللهم إنا نحمدك كما تحب، اللهم إنا نحمدك، نحمدك كما تحب يا الله. اللهم إنا نحمدك كما تحب، اللهم إنا نحمدك حمدا كبيرا كما تحب. ربنا على جودك الواسع وفضل
فضلك الكبير. اللهم إنا نحمدك كما تحب، اللهم لك الحمد كما تحب، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا به ترحمنا جميعا، حمدا به نشفى جميعا. اللهم لك الحمد، اللهم اكتبها لنا بها شفاء وبلسما ودواء وفضلا وخيرا في الدنيا والآخرة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، صافية تقية زكية طاهرة لله على نعمه وعلى جوده وعلى فضله وخيره. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك، قل اللهم مالك الملك، 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 تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، اللهم إنا نسألك بواسع فضلك، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، أعوذ بالله من الخذلان، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رفعها وربي عالية بالتوحيد، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور، لك الحمد، الله نور السماوات والأرض، الله نور، الله نور، الله نور السماوات والأرض، الله نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء.
تشاء. اللهم اهدنا إنسا وجنا، اللهم اهد قلوبنا إنسا وجنا، برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم. ثبت قلوبنا على الهدى، ثبت قلوبنا على الهدى والتقى يا حي يا قيوم. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا يا حي يا قيوم. أسلم لله الملك، أسلم لله، الحمد لله. وألقي السحرة ساجدين، 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 السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. في اليمين أسلموا لله، في الشمال أسلموا لله، في اليمين أسلموا لله، في الشمال أسلموا لله، في اليمين أسلموا لله، في الشمال أسلموا لله. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة، وألقي السحرة، وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. الحمد لله الذي هدانا. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. الحمد لله الذي كفانا ووانا وشفانا. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. فمن هدانا، فمن شفانا، فمن كفانا؟ إنه الله. فقولوها بقوة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. قال موسى: ما جئتم به سحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هدى هدى كبارا وصغارا. الحمد لله، هدى هدى كبارا وصغارا. الحمد لله، هدى ملوكا وخدما، حراسا وعوالا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا إنك أنت الله. الحمد لله، لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات،
إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، يا من سحرتم إن الحسنات يذهبن السيئات، يا من عقدتم إن الحسنات يذهبن السيئات. وأعظم حسنة إسلامكم لله تعالى، أعظم حسنة توحيدكم لله تبارك وتعالى، أعظم حسنة أن شفيت وهديت قلوبكم لله تعالى. ثم يعلم رحمكم الله كل واحد منكم على موضعه وحاله ومكانه فليكن عبدا طائعا لله. وأعظم ما يقربه الآن أن يزيل شوكة وإبرة وحجرة وعثرة يرحم بها عند الله، فإن من الحسنات التي توجب جنات إماطة الأذى، إماطة الأذى، إماطة الأذى، إماطة الأذى، عقدة الأذى، إبرة الأذى، شوكة الأذى، دماء الأذى، حقنة الأذى، داء الأذى، تعطيل الأذى، حزن الأذى، ضعف في طاعة ويقين وعبادة أذى، عزل عن حس وإحساس مع شهوة وزوج أذى، أذية ولد ووالد أذى، كل ما يحيط بالجسد حوله أذى، إماطة الأذى، إماطة الأذى، إماطة الأذى، أن تميط الأذى طاعة لله تعالى من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق وعن البدن وعن النفس وعن الروح وعن الجسد وعن العبادة وعن الكسب والمال وعن الزوج والولد وعن كل الناس، عن كل الناس، أن تميطوا أذى. فكل في موضعه كان يعمل عليه شرا فليعمل عليه خيرا يرحم برحمة الله، كان يعمل عليه شرا بالليل والنهار فليعمل عليه خيرا وسترا وشفاعا بالليل والنهار، وشتان بين الحسنات والسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات محيات للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فما أعظم أجوركم عند الله، فما أعظم أجوركم عند الله، فما أعظم رباطكم عند الله، فما أعظم جهادكم عند الله، فما أعظم نياتكم وقصدكم وأعمالكم عند الله. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، 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 ومن أحياها فكأنما أحيا الناس، أحيا الناس جميعا. واعلموا، واعلموا كنتم صحرا شداد بالموروث من الأب والأم بأسحار عظيمة على زوج وعلى ولد، فأنتم الآن في رباط، في رباط تؤجرون به أجرا عظيما، في رباط ترفعون به قدرا عظيما، فكوها وحلوها عقد وسلاسل وأقفال وأسحار، فكوها وحلوها طاعة لله عز وجل. أنتم الآن مع الله يعلمه ويراه ويعلمكم ويراكم سبحانه جل في علاه،
كنتم سحرة مع السحرة وكفرة مع الكفرة، فأصبحتم مع الرب العظيم ومع البررة. فالحمد لله العالي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. توحيد عالي لمي، توحيد عالي ما وضعه قط. الحمد لله في السماء، توحيد إلى السماء، إلى رب عظيم في السماء. فيا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير، يا باغي الخير يقبل، يا باغي الخير يقبل، يا باغي الخير يقبل. رفعت 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 بتوحيد لله، ودمعت بخشوع لله، واهتز البدن بطاعة الله. فمن حرك ومن أرشد ومن جعل الهداية والتوحيد والخشع والدمع؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله. أما قال الله على ساحة فرعون: ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بكل فيكون، يغير من حال إلى حال. الله سبحانه بكل فيكون يغير من حال إلى حال، يغير الله جل وعلا بكل فيكون من حال إلى حال. بلى، فلا تيأس ولا تقنط ولا تجزع ولا تحزن، وكن مع الله فبكل فيكون يرفع قدرك، يعلي شأنك، يشفي مرضك، يغنيك الله جل وعلا. خزائنه ملأ، خزائنه ملأ، خزائنه ملأ. الأرض أرضه، والسماء سماؤه، والهواء هواؤه، والماء ماؤه. إنه الله الغني الكريم بكن فيكون، بكن فيكون. يبدل الذلة إلى عزة، يبدل الذلة إلى عزة، والعزلة إلى محبة. بكن فيكون يبدل الضعف إلى قوة، بكن فيكون يبدل الله السيئات حسنات، بكن فيكون يبدل الله المعاصي إلى محبة للخيرات والقربات. إنه الله بكن فيكون. يصلح الله جل وعلا البيت والبدن والذرية والوالدين والإخوة والجيران والأقارب. الله جل وعلا بكن فيكون. إنما أمرنا أمره إذا قضى، إذا قضى أمرا أن يقوله كن فيكون، كن فيكون، بكن فيكون، بكن فيكون، بكن فيكون. أمر من الله جل وعلا بكن فيكون. يا من كنت ساحرا، يا من كنت كافرا، اعلم أن سبقت لك منة ومنحة ونعمة من الله بكن فيكون. هذا القلب وثبته، ثبت الفؤاد، ثبت القدم، رفع التوحيد، خشع القلب، دمعت العين بكن فيكون. كنت قاسي القلب بعيدا عن الرب، محاربا للتوحيد، داعيا إلى فسق، معطل للنعم، محارب للفضل والخير بكن فيكون. جئت تائبا مسلما، جئت خاشعا دامعا، جل الله. ليس الإسلام فقط، معه تجليات كثيرة. الجواد إذا أعطى أغرق في النعم، الكريم يعطى يعطي بلا حساب، فيجود سبحانه جل في علاه بلا عد. الله سبحانه عظيم، عظيم، وفضله عظيم، عظم قدره، وعظم أمره، وعظم حبه، وعظم توحيده وتوكله عليه. عظيم سبحانه، عظيم سبحانه، لمن لجأ واضطر إليه فحمده وشكره. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم اجعل سعادتنا بين يديك، اللهم اجعل أنسنا بين يديك، اللهم لا تحرمنا ربنا ما عندك. اللهم إنا نسألك فضلك
يا حي يا قيوم. اللهم حبب إلينا ما تحب، وارضى عنا ربنا بما تحب. اللهم يسر لنا ما تحب، واجعل عملنا فيما تحب، برحمتك يا حي يا قيوم. ونعوذ بك من شر كل مس، ومن شر كل سحر، ومن شر كل تعطيل، ومن شر كل محق. اللهم ربنا إنك تعلم علنا وأعداءنا، وتعلم نفوسنا وأهواءنا. اللهم ربنا نسألك التيسير في الأمور كلها، فلا مشقة في طاعة، ولا مشقة في قرآن، ولا مشقة في صلاة وإحسان، ولا مشقة في بر. اللهم اجعلنا ربنا لك مطواعين بحب وفضل وخير. اللهم قوي داعي الإيمان، اللهم قوي واعظ الإيمان، اللهم قوي، اللهم قوي، اللهم قوي واعظ الإيمان في قلوبنا وفي آذاننا وفي عروقنا ودمائنا. اللهم قوي واعظ الإيمان، اللهم قوي ربنا واعظ الإيمان. واجعلنا ربنا ممن يسمعون له وينصتون له ويقبلون ربنا على نهيه. نعم بالسمع، وعلى أمره بالسمع. إن أمر بخير أمرنا وامتثلنا، وإنها عن شر نهينا وامتثلنا. اللهم ربنا قوي واعظ الإيمان في أبداننا وفي قلوبنا وفي جوارحنا وفي كل أحوالنا، واجعله رفيقا لنا لدربنا، يسددنا ويؤيدنا ويرشدنا ويوجهنا. ملك من عندك يا الله، ملك من عندك يا الله، دليل على الخيرات ودليل على الجود والبركات. اللهم حتى نلقاك وملائكتك راضين عنا وأنت راض عنا. اللهم حتى نلقاك وملائكتك راضين عنا، يحبوننا يحبوننا يحبوننا. اللهم إنا نسألك حبك وحب ملائكتك، اللهم إنا نسألك حبك وحب ملائكتك وحب جميع خلقك. اللهم إنا نسألك حبك وحب ملائكتك الذين يسمعون هنا وفي الملأ الأعلى، يرفع هذا بيقين إلى الملأ الأعلى فيسمع عند الله في عليين. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه، وأن يرزقنا حب جبريل وحب الملائكة. اللهم ارزقنا حبك وحب جبريل وحب الملائكة أجمعين وحب الخلق أجمعين. اللهم قوي واعظ الإيمان في قلوبنا، اللهم قوي واعظ البر والخير في قلوبنا، اللهم قوه ربنا في قلوبنا. اللهم احفظنا واعصمنا فإننا ضعفاء، اللهم احفظنا واعصمنا فإننا ضعفاء لا نقوى على النار. اللهم اجعل بيننا وبين المعاصي سترا وحجابا. اللهم ربنا قرب منا الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب رحمتك نستغيث، يا رب رحمتك نستغيث، نعوذ بك من الزلل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنا لا نقوى على النار. اللهم إنا لا نقوى على النار، اللهم إنا لا نقوى على النار، ولا نقوى على حرها، لا نقوى على درك الشقاء، ولا نقوى على سوء قضاء، ولا نقوى على شماتة الأعداء. فكيف بنا أن نقوى على شماتة الآخرة وعلى نار الآخرة؟ اللهم يسر لنا أسباب الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا أسباب الهدى والتقى والعفاف والغنى، برحمتك نستغيث. قرب منا، قرب منا عاجل غير آجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. قرب منا ربنا نضطر ونلجو إليك. اللهم إنا نحبك ونسألك حبك، ومن يقربنا إلى حبك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. دعاء محمد عبدك وحبيبك الجامع للخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنسا 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 وجنا، يا حي يا قيوم. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، ماذا بعد الهدى إلا الضلال؟ وماذا بعد الخير إلا الشر والنار؟ فاسأل الله تعالى الخير، وتعوذ بالله من الشر، واسأل الله الهدى، وتعوذ بالله من الضلال. فإن لا لذة في ضلال، ولا راحة في ضلال، لا لذة في ضلال، ولا راحة في ضلال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والعفاف والغنى. وقرب منا ربنا أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما ونورا وفهما ونورا وفقها ونورا وصلاحا ونورا. اللهم إنا نسألك ربنا الإقبال عليك. اللهم إنا نسألك ربنا الخشوع بين يديك. اللهم إنا نسألك الافتقار إليك. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك يا حي يا قيوم. واغننا بفضلك عمن سواك. 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 لا تكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلقك طرفة عين. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. لا تكلنا إلى أنفسنا فنشقى. لا تكلنا إن النفس أمارة بالسوء. لا تكلنا إلى أنفسنا فنشقى. يا رب يا رب اجعلها دعوات صادقة واستجب لنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنشقى. اللهم إن وكلتنا إلى نفوسنا فذاك هو الضلال البعيد. اللهم إن وكلتنا إلى أنفسنا ذاك هو الضلال البعيد ولا نقوى عليه. اللهم اهد نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها مولاها. اللهم ربنا وأدبنا وعلمنا وفقهنا وجهنا وارشدنا. نسألك الهدى والرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا. اللهم أكرمنا بشفاء عاجل غير آجل. اللهم أكرمنا بسعادة عاجلة غير آجلة. اللهم أكرمنا بخير عاجل غير آجل. اللهم إنا نسألك أن تحبب لنا ربنا. أرشدنا إلى العلم الذي يجملنا. أرشدنا إلى العلم الذي يجملنا. أرشدنا إلى العلم الذي يؤنسنا. اللهم أرشدنا إلى العلم الذي يرشدنا يثبتنا يؤنسنا. اللهم اجعل علما ربنا في قلوبنا وأعمالنا ونعوذ بك من الزيغ والضلال. اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا في قلوبنا وحقولنا وجوارحنا وأخلاقنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك الأخلاق الفاضلة. اللهم إنا نسألك معالي الأخلاق. اللهم إنا نسألك محاسن الأخلاق. اللهم إنا نسألك الشمائل والفضائل والأخلاق. اللهم ربنا اللهم كما جملت محمد بنعم الأخلاق ومكارم الأخلاق. اللهم صب علينا الأخلاق أخلاقا جميلة تحبها. اللهم اجعلها سجية وطباعا وخلقا جميلا. اللهم ربنا أكرمنا بنعم تجلى علينا سرا وعلانية في الحلم وفي الحلم وفي الصبر وفي الغضب وفي الرضا وفي الشدة. اللهم اجعلنا ربنا ممن تحبهم بأخلاقهم ممن تحبهم ربنا بأفعالهم وبصدقهم. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. طهر قلوبنا من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من استقامة النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من ذكر النفاق ومن خشوع النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من عبادة النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من رفقة النفاق وصحبة النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. اللهم سلمنا فجبرك. اللهم سلمنا واشفنا واحفظنا وباعد بيننا وبين النفاق والمنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من نفاق القول والعمل والمعتقد. اللهم إنا نعوذ بك من نفاق بأنواعه وأصنافه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. اللهم إنا نسألك الصفاء. نسألك ربنا النقاء. نسألك ربنا الهدى والسعة والغنى والرخاء برحمتك يا أكرم الأكرمين. برحمتك
يا أكرم الأكرمين، اجعل سعادتنا في الدين، واجعل سعادتنا في التقوى. اللهم اجعل سعادتنا في الحب الذي يقربنا إليك حبا ربنا على دينك وعلى دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اجعل بيوتنا مليئة بالفضل والهدى والخير. اللهم اجعل بيوتنا ربنا مليئة بالذكر والتوحيد والسنة والخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم استجب لنا في هذا المجلس الطيب المبارك، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا في هذا المجلس الطيب المبارك. وإن أردت بنا فتنة أو بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارحمنا برحمتك، ونسألك جنة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نسألك ربنا جنة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نسألك ربنا جنة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله لولاك ربنا ما ذكرنا وما خشعنا وما دمعنا، لولاك ربنا ما كنا على هدى. اللهم ربنا أصلح أحوالنا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم يسر لنا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم أحياء وميتين. اللهم بشرنا برؤيته أحياء وميتين. اللهم يسر لنا حبه وارزقنا رؤيته ويحبنا ويراض عنا أحياء وميتين. اللهم إنا نسألك ربنا لا تجعل الدنيا في قلوبنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللميتين من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وسع مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها من حفرة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم من كانوا منهم على الحياة، اللهم متعهم بالصحة والعافية والبر. اللهم متعهم بالصحة والعافية وبر الآباء والأبناء وبر الأبناء والبنات. اللهم من كانوا منهم أحياء، اللهم ارزقهم ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور على القبور أهل القبور قبورهم، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وأنت أرحم بهم من أمهاتهم من أنفسهم. اللهم ارحمهم برحمتك، 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 واعف عنهم بعفوك، واعف عنهم بعفوك، واعف عنهم بعفوك، وجود عليهم بجودك، وأكرمهم بكرمك. اللهم إنك، اللهم إنك أنت الله صاحب التجاوز، فتجاوز عنا أحياء وميتين. اللهم تجاوز عنا أحياء وميتين، اللهم تجاوز عنا أحياء وميتين، اللهم تجاوز عنا أحياء وميتين. اللهم لنا إخوة قد ماتوا وهم الآن تحت أطباق الثرى. اللهم ربنا أسكنهم جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل أيمانهم نورا وعن شمائهم نورا وفوقهم نورا وتحتهم نورا، وقهم عذاب القبر وفتنة القبر يا رب العالمين. اللهم ربنا إنك تعلم أن لنا إخوة وأخوات وأقارب وجيران وأحباب ومسلمين ومسلمات ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا
وسلم: اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم ربنا بكرمك إن كانوا علينا وافدين أكرمناهم وأنت أكرم الأكرمين، إن كانوا وافدين علينا أكرمناهم وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أكرم الأكرمين، وهم ضيوف. اللهم إنهم عندك وأنت أعلم بحالهم وبذنوبهم ومعاصيهم وقلوبهم وأعمالهم. اللهم ربنا اجعل ذرة الإيمان تنير قلوبهم، اللهم اجعل ذرة الإيمان، اجعل ذرة الإيمان تشفع لهم. اللهم ربنا تجاوز عنا وعنهم، إن أفضوا إلى ما قدم فنحن مقبلون، فنحن كذلك مقبلون. اللهم ربنا في هذه الساعة اكتب لنا ربنا عفوك أحياء وميتين، فإن أفضينا إلى ما قدمنا فلا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. اللهم إنا نسألك أحياء أن ترحمنا ميتين، اللهم إنا نسألك ونحن أحياء أن ترحمنا أحياء وميتين، اللهم إنا نسألك ونحن أحياء أن ترحمنا أحياء وميتين، اللهم إنا نسألك ونحن أحياء أن ترحمنا أحياء وميتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.